معي على الهاتف السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. مساء الخير يا بسام بيك. مساء الخير يا تامر بيه، اهلا بيك. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله يا فندم، كله تمام الحمد لله. الحمد كل لله. عام وحضرتك بخير بمناسبة مولد النبي والمشاهدين الكرام كلهم. وحضرتك بألف خير والأمة العربية والمصرية والإسلامية كلها بألف يا خير رب. يا رب إن شاء الله، وتحل علينا بركات النبي في هذه الذكرى العطرة إن شاء الله. أمين يا رب إن شاء الله. سعد سفير، كلام الرئيس النهاردة في احتفال مصر بالمولد النبوي الشريف كان قاطع وحاسم، والحقيقة تكليف ربنا يكون في عون وزارة الدفاع ووزارة الداخلية عليه باستعادة الأمن والاستقرار في سيناء خلال 3 أشهر. هذا التكليف معناه ومغزاه يا فندم؟ والله يا فندم هو التكليف ليس جديد، يعني هو العمليات في سيناء في الجزء اللي خاص بالإرهاب، وبس عشان مش ما نعممش، هو جزء بسيط من سيناء. سيناء 60,000 كيلومتر مربع، ده جزء بسيط جدا في الشمال. صحيح. في البقعة دي التعامل العسكري والشرطي فيها منذ سنوات، يعني مش وليد النهاردة. ولكن خطاب الرئيس النهاردة زي ما سيادتك قلت ده استمرار وفي نفس السياق والنهج اللي الدولة ماشية فيه. وما جاء بخطاب الرئيس ده يعني تأكيد لما ذكره سيادته في يوم الجمعة اللي فات في أعقاب الحدث الأليم اللي شفناه جميعا، سواء كان بالتوجيه، وهو التوجيه يعني أقصد تم يعني في يوم الجمعة، وده استمرار ليه وتأكيد ليه. وأعتقد أن حضرتك والمشاهدين الكرام لاحظوا تكرار كلمة القوى الغاشمة مرتين النهاردة، وقبل كده كان في يوم البيان. الجمعة في البيان، ويعني هناك بعض طبعا القنوات المناوئة وبعض الآراء المناهضة كانوا بيقولوا يعني تناولوا هذا اللفظ وإنه ماذا يعني. لا أعتقد إنه أي شيء يصدر من السيد الرئيس له معنى ومعنى عميق جدا، وتم تأكيده اليوم مرتين مش مرة واحدة. صحيح. ما هي الحقيقة سيادة السفير كان يعني كلام مشكوك فيه جدا ويدعو للريبة، إن في حد وكأنه بيدافع عن الإرهاب، يعني متضايق إن الدولة هتستخدم القوة الغاشمة في مقاومة الإرهاب، وكأنه نوع من أنواع الدفاع المستتر عن الإرهاب. والله يا فندم أنا يعني كويس إن حضرتك ذكرت النقطة دي. إحنا النهاردة زي ما السيد الرئيس ذكر نحن في حالة حرب يا تامر. تمام. حالة الحرب فيها وسائل كثيرة جدا، من ضمنها بس الإشاعات والنيل من الروح المعنوية وبس الشكوك وإثارة الجو المضطرب الرمادي ده. صحيح. وماذا يعني تلك القوة الغاشمة، وهل القوة الغاشمة ستنال من مين؟ كل ده دي وسائل معروفة منذ القدم، الإشاعات وبس الإشاعات تطورت اليوم بلغة التكنولوجيا وما نشهده من مواقع. بقى في حاجة اسمها اللجان الإلكترونية. مظبوط. اللجان الإلكترونية دي منتشرة على مستوى الإنترنت ومنتشرة على مستوى جميع المواقع التواصل الاجتماعي، شغلانتها فقط اللي حضرتك ذكرته، والمتابعين بالملايين مش بالألوف ولا مئات الألوف، بالملايين وبعشرات الملايين، وطبعا بيبقى ليهم هدف بس تلك الروح للمواطن والنيل من المعنويات. ده شيء انا اعتقد واثق تماما في ان اهالينا واخواتنا وابنائنا من الشعب المصري على درجه من الذكاء والفطنه. صحيح. تماما ان هم يتنبهوا لذلك. والدليل يا سعاده السفير انه يعني السواد الاعظم من المصريين لما استخدم الرئيس هذه الجمله، كتير من المصريين جدا على مواقع التواصل وفي صفحاتهم قالوا ده لو في فوق القوة الغاشمة نستخدمها عشان نقضي على الإرهاب اللي بيقتل أولادنا. مظبوط يا فندم. وأنا يعني اتصالا بالنقطة دي أنا أقول لسيادتك، اتفضل. أولا مؤسسات الدولة الشرطية والعسكرية طبعا يعني لها المسؤولية الكبيرة والحظ الأوفر في حماية البلد والحفاظ على استقراره والحفاظ على شعبه وحدوده وحريته. ولكن أنا أقول لسيادتك شيء. تكاتف الشعب وإرادته القوية ده من أحد العوامل القوية جدا لاستقرار البلد. فالمحاولات الحثيثة اللي حضرتك قلت عليها للنيل من هذا، طول ما الشعب المصري وطول ما احنا جميعا كالبنيان المرصوص ويد الله مع الجماعة، مفيش اختراقات لا تخشى من أي شيء. وأعتقد أن السيد الرئيس يعني أكد على هذه النقطة وطرق على هذا الوتر كثيرا. أحسنت. لا نخشى من أي شيء طالما هناك
تكاتف، الجبهه الداخليه متكاتفه ملتفه حول مؤسساتها وحول قيادتها. لا نخشى من اي شيء، لان استقرار الدوله باراده الشعب. صحيح. بجانب طبعا القوة وبجانب القوة العسكرية، ولكن طالما إرادة الشعب موجودة ده هي شبكة الإنقاذ كده اللي بنقول عليها السيفتي نت. صح. اللي بتمسك أي دولة في العالم. ده كلام مظبوط 100%. النقطة الأخيرة يا سعادة السفير لو سمحت لي، إشارة الرئيس بتكليف وزيري الدفاع والداخلية باستعادة الأمن والاستقرار في سيناء خلال 3 أشهر، البعض فهموا على المواقع إنه خلاص بعد 3 أشهر مش هيبقى فيه إرهاب، مش هيبقى فيه عمليات، مش هيبقى فيه حاجة خالص. والحقيقة اعتقد انه مش ده الهدف. هو في النهايه استعاده الامن والاستقرار معناها ان عوده الامور الى طبيعتها، وان الشرطه والجيش يضعوا سيطرتهم وسيادتهم على هذه المناطق، لكن حربنا ضد الارهاب ربما تطول لانه دي ارهاب عالمي ممول باجهزه ومخابرات. مظبوط يا فندم، حضرتك فعلا ذكرت الكلام المظبوط. قصه الثلاث شهور انا يعني مش عايز اتوقف كثيرا عندها، لسبب لانه طبعا السيد الرئيس هو رئيس الدوله، هو المسؤول عن الدولة، هو من يطلع يوميا على كافة المعلومات من كافة الأجهزة بما لا يتوفر لغيره. طبعا. فهو لديه نظرة شاملة بانورامية على المعلومات وتدفق المعلومات التي تأتي إليه، ومن هنا يكون القرار بتحديد المدة شهر ولا 2 أو 3 أو ذلك. فده شيء خاص بقائد الدولة وبزعيم الدولة. مظبوط. مظبوط. استعادة الأمن والتطهير هي دايما سيد الرئيس بيقول إنها حرب طويلة، وهي عشان بس نفهم الناس إنها حرب غير نظامية، اللي هي الحرب غير النظامية. صح. الأجيال من الحروب كان في جيل أول وجيل ثاني وجيل ثالث وجيل رابع. الجيل الأول اللي هو الجيل ما كان ما بين جيشين نظاميين، دبابة قدام دبابة، مدفع ضد طيارة، ده الجيل الأول، جيش قدام جيش. صح. الجيل الثاني تطور بقى جيش قدام حرب عصابات أو الإرهابيين، ده الجيل الثاني، وده ظهر بقوة في حرب أمريكا في أفغانستان وجبال تورا بورا وما إلى ذلك. الجيل الثالث كان الحرب بالوكالة، يعني ممكن أنا أبقى يعني طرف ولكن غير مباشر أو حرب بالوكالة. الجيل الرابع اللي دايما بنقول هذا الكلام، جيل التدمير الذاتي أو بس الإشاعات لتأجيج الجبهة الداخلية وانهيار الدول بالثورات وما إلى ذلك. صحيح. فدي الأجيال. تمام. ما نواجهه هو جيل رابع اللي أنا شرحته ده دلوقتي، وفي جانب من الجيل الثاني اللي هو مواجهة الإرهاب اللي هي العصابات النظامي. بالضبط كده. ده بيطول ولكن إلى زوال بإذن الله تعالى. إن شاء الله. وزي ما بقول لسيادتك، هي بقعة صغيرة في شمال سيناء، ليست سيناء كلها، لأن وسائل الإعلام الأجنبية كثيرا ما تتناول سيناء. لا، سيناء 60,000 كيلومتر. صحيح. وهي مساحة كبيرة جدا، لو حضرتك حسبتها تجد أنها تقريبا نفس المساحة اللي بيعيش فيها المصريين حوالين الدلتا والوادي. مظبوط. هي تقريبا 60. هي نفس مساحة هي سيناء بالظبط. صح. وده كان حرصنا يا بسام بيك، إن إحنا لما كنا في شرم الشيخ كنا بنقول للناس إحنا هنا في قلب سيناء، عشان تبقوا عارفين إن سيناء مش كلها مناطق اشتباك. تماما. ده هي يعني مثلث بسيط في صحيح. الشمال، وبإذن الله إلى زوال. والسيد الرئيس أكد اليوم على ما تم تناوله في خلال الأيام الماضية من إن هناك مشروع وخطة طموحة لتنمية منطقة بير العبد وقرية الروضة والنهوض بأحوال المعيشية للمواطنين هناك، في إطار الخطة العامة لتنمية سيناء بإذن الله. إن شاء الله. فيعني إن شاء الله يعني نتفائل خير، وأعتقد إنه زي ما برضو السيد الرئيس ذكر اليوم، وبقولها وأنا الحقيقة والله بكل صدق وأمانة، هناك نتائج إيجابية جدا للإصلاح، ونتائج ابتدت تبان بشائرها وتؤتي أكلها بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية من مؤشرات للاقتصاد المصري، وإن شاء الله القادم أفضل. ويعني كلنا ثقة في السيد الرئيس وفي قيادته الحكيمة لبلدنا، وإن شاء الله يعني نثق كثيرا في الشعب المصري وتكاتفه بإذن الله. إن شاء الله. سعادة سفير أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، وبضم صوتي لصوت حضرتك إنه القادم أفضل إن شاء الله.